بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها إطلاق 58 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن حياة كريمة، وإعلان وزارة التضامن بأن النهاردة آخر ميعاد لتلقي طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات، وكمان في ماتشات مهمة هتتلعب النهاردة في الدوري الإنجليزي والأسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. النهاردة آخر يوم في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج السنة دي، بشرط إنه ما يكونش سبق للمتقدم أداء فريضة الحج وسنه ما يزيدش عن 65 سنة، وكمان يكون واخد تطعيم كورونا. النهارده هتخوض لاعبة التنس المصرية مايار شريف تاني لقاءاتها في بطولة ليكي مولي الألمانية للتنس للسيدات بمواجهة اللاعبة البرازيلية لورا بيجوسي، وده ضمن منافسات دور الـ 16 للبطولة. كمان النهارده هتنطلق فعاليات البطولة الإفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة، واللي بتقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر، وهتستمر لحد يوم 15 مايو الجاري. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة مهمة مؤجلة من الجولة 22 من عمر المسابقة، واللي هتجمع ما بين أرسنال وتوتنهام الساعة 9:15 بالليل. في الدوري الأسباني في ثلاث مباريات، ريال سوسيداد هيقابل قادش الساعة 7، وريو فاليكانوا ضد فياريال الساعة 8 بالليل، وهيلتقي ريال مدريد مع ليفانتي الساعة 9 بالليل.